إن ينشر مقال أو خبر حول البعوض النمر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتهاطل التعليقات والشهادات حول من تضرروا من لسعة الحشرة. الصور المتداولة أقل ما يقال عنها إنها غير عادية. احمرار في الجلد، حكة شديدة، تورم وانتفاخ هي أبرز أعراض الإصابة باللسعة. هذا البعوض ليس عاديا أبدا، أسود اللون، ذو خطوط بيضاء على الرجلين والصدر، أذاق الجزائريين ليال بيضاء من الألم في عدة مناطق من الوطن. هذا حي يغبى 2000 بالعاصمة. المقيمون هنا يشتكون من لسعات البعوض النمر الذي عشش في المكان بسبب هذه البركة. بعد سقوط عمارة هنا قبل سنتين بدأت المعاناة. كنشوف الموقع له فيها انهارت العمارة، أي ولات بركة تاع الماء. احنا نطلبوا من السلطات المعنية يعني يفصلوا في القضية هادية، يعني ياخذوا الإجراءات اللازمة باش نسيبوا حل هذه البركة هادية اللي ولات يعني مصدر للأمراض والأوبئة، وخاصة أنهم يقولوا بلي كاين موستيكتيكا في الجزائر، ونجي نقول هذا مصدر باش يكون هاد الحشرات الناموس هادية اللي تؤدي اللي حتى يكون خطر خاصة للسكان اللي مساكنين في لا ريزيدونس تاع أوربا 2000. كاين الناس اللي خاصة حبوا يعني يبيعوا يروحوا كاع هاد لا ريزيدونس هادية من جراء المشكل هذا، يعني سي ان فيفاب. داخل العمارات المشهد يلخص معاناة القاطنين في المكان. عاملة النظافة تواجه أعدادا هائلة من البعوض. والعملية تتكرر كل يوم. بصح الناموس كنت تعرفي نعمرو هكذا بيدينا، فحيت هكذا نغسلو كاتنا، خلينا نعمرو كل يوم ويديروا دواوات ويشكوا في البيرو ويقولوا بلي محسو ماكش دير دواء، وهو دائما يدير دواء وغدوا ما عاد كيعاود يولي فهمتي. وما حنا قلنا ماكش تسنقوا، قلت لهم حنا نخدموا مصطفى ويدير اللي عليه. بصح لا غالب، بصح المشكله ما نحلش المشكله من هذاك خماس لو بيجي من هذا قايتينا وما فيش تكاينا. في سنة 2010 ظهر البعوض النمر لأول مرة في ولاية تيزي وزو، لكنه لم يستطع الاستيطان بالمنطقة، ليظهر عام 2015 في ولاية وهران، ثم في العاصمة عام 2016، وهو اليوم يتوسع في المنطقة. يتولى معهد باستور مراقبة تطور الوضع والقيام بالأبحاث المتعلقة بتكاثر الحشرة في الجزائر. يقوم المسؤولون عن مخبر الحشرات في المعهد بنصب أفخاخ ولادة للبعوض النمر. ممكن تشوفوا الفيش تاعنا بركادة واش فيه؟ كي تشوفي سي بلان دو في الداخل. الأفخاخ تكون قاتمة اللون، بها إناء وحامل ورقي. هذه هي الظروف التي يضع فيها البعوض النمر بيضة. الأفخاخ تسمح بالتحقق من وجود البعوض النمر في منطقة ما، بعد فقس البيض تتأكد فرضية وجوده أو تنفى.